اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كان معنا ايهاب وهو اللي كان حاصل على المركز الثاني في التيكاثون من حيث الافكار. دلوقتي بقى معنا الفائزين من حيث المشروعات اللي مطبقه فعلا على ارض الواقع. زي ما شفنا في العرض من شويه، خلوني ارحب بضيوفنا الدكتوره خديجه البدويهي والمؤسس والرئيس التنفيذي لبراكسي لابز، والاستاذ حازم سالم خبير التكنولوجيا المساعده والرئيس التنفيذي لشركه اوتلاين للتكنولوجيا المعلومات. اهلا بكم معنا. اولا طبعا سؤالي كده الاول، انتوا طلعتوا انترفيوهات قبل كده، تلفزيون، راديو، اي حاجه؟ انا طلعت اصل الشهره بقى بتعمل كده بعد كده. مبدئيا طبعا اولا طبعا انا قلت خديجه اهو عشان نبقى يبقى صح. شفت؟ طبعا لازم منورنا. ونبدا كده في الاول ناخد حته براكسي لابز نتكلم عنها، الفكره ايه، بتعمل ايه الشركه كده، يعني تفاصيل. اكيد. طيب الفكره براكسي لابز بتعمل ايه؟ براكسي لابز الاول احنا تواجدنا من يعني اللي بحب اشرح على طول ليه. اهم حاجه ان احنا نعرف ليه قبل ايه الحاجه اصلا. طبعا. بتعرف النيت ساعتها. فاحنا بقى لنا فتره طويله صراحه من 2016 من اول ما بدات الفكره كنا بنشوف المعامل اللي هي العاديه، هنسميها المعامل التراديشنال اللي هي المعمل اللي موجود في المدرسه او في الجامعه. المعمل ده مشكلته ايه؟ احنا بنقدر ندخل كام طالب في نفس الوقت في المعمل ده؟ معمل اللي هو معمل ايه يعني؟ معمل العلوم اللي هو كيمستري فيزيكس بيولوجي. تمام. دي موجوده في اغلب الكليات عندنا. صح. كليه علوم وصيدله وطب وهندسه، كل الكليات دي المفروض تدرسها. والمعامل بتبقى اصلا كور كومبوننت في اي دراسه علوم. ما ينفعش ابدا اخرج حد وهو ما يعرفش يعمل اكسبيرمنت، وبالتالي اما يكون جزء مهم قوي زي ده عندي. طبعا. بعدين بقى اجي اشوف المشاكل الفظيعه اللي موجوده في المعامل الحقيقيه، من اول زي بقول لك الطلاب بيدخلوا كام طالب. احنا رحنا المعامل واتفرجنا على كتير قوي مزنوقين وبيتفرجوا على اكويبمنت واحده، انا قاعد كده واصحابي بيتفرجوا عليا. كمان في حاجات بتبقى خطر ساعات في الكيميكس بالذات لو بتتعبل على بعض وتتفرقع. طبعا السيفتي دي كونسيرن في البيولوجي بالذات. عندنا طبعًا. تجارب على البلاتفورم بتاعنا اصلا دكاتره بيلغوها تماما من المنهج عشان حته السكيورتي والسيفتي. بالظبط. كانوا يقولوا طب ما تقولوا للطالب غلط تعمل كذا، كان الرد الطبيعي جدا حتى لو قلنا هيعملوها. قلت لي في مشكله سيفتي، في مشكله اكسس، في مشكله كبيره جدا جدا في الدول الناميه بالذات اللي هي الكوست. التجارب غاليه جدا جدا، وبالتالي حتى انشاء المعمل كبير عليا ان انا اجيب بي سي ار بمليون جنيه. طيب خلاص جبته وانشات معمل واحد، بنسميها كوست اوف كونسيومبلز اللي هي المواد اللي كل يوم بتستهلك. فانا الطلبه عندي كمان لما بتدخل ومش عارفه تستخدم المعمل بتضيع كونسيومبلز اكتر. حط المشاكل دي كلها كده هتلاقي ان احنا بنأثر تاثير كبير جدا على اللي بنسميها ليرنينج اوتكمز او المخرجات بتاعه التعليم عندنا. تمام. في مصر وفي الدول العربيه وطبعا في الدول الاجنبيه. فكان الحل احنا قلنا لا، في تكنولوجي موجوده ما ينفعش ما نستخدمهاش. بدانا عملنا الريسيرش بتاعنا واوجدنا براكسي لابز. براكسي لابز هي معامل افتراضيه ثلاثيه الابعاد. يعني ايه الفيرتشوال لابز دي؟ زي في الصور كده لقينا انه انت بتدخل كطالب على الويب براوزر، مجرد تفتح كروم او اي ويب براوزر عندك وتدخل على براكسي لابز تلاقي بلاتفورم كأنك دخلت على المعمل الطبيعي الحقيقي بتاعك، بس هو سيميوليتد قدامك. طب وبتاخدي نفس التجربه، نفس الاكسبيرينس كانك في معمل حقيقي؟ بالظبط. ما عدا ايه؟ ما عدا السنسز. انا طبعا لسه النهارده، خلينا نقول في المستقبل هيحصل، النهارده مش عارفه اديله السنس بتاعت ايديه والشم والكلام ده، ولكن اديت له على الاقل 60% اللي هي النولج. دخل شاف الاكويبمنت قدامه، عمل التجربه، هقول لك كام مره؟ انفاينايت. ما عندوش اي كونسترينز عليه لانه يقدر يعمل التجربه دي 10 مرات 100 مره، محدش هيحاسبه. صح. مفيش. هرجع لك اكتر بالتفاصيل بعد بس استاذ حسام يقول لنا برضه الفكره الثانيه. أكيد. عشان أكيد. يبقى كده الفكرتين معانا. أكيد. بعد كده نخش بشويه تفاصيل اكتر. طيب من نفس مبدا ليه برضه؟ ليه الفكره؟ ان احنا عندنا مشكله في توظيف الاشخاص ذوي الاعاقه. في ويلنج ان اصحاب الشركات يوظفوا اشخاص ذوي الاعاقه عندهم في الشركات، وفي نفس الوقت واعتقد كمان بيبقى في نسبه ساعات في الشركات مطلوبه ان في 5% في القانون. صح. المصري نص على ان لما الشركه بتوصل لعدد معين من الموظفين لازم يكون في منهم 5% من الاشخاص ذوي الاعاقه. صح. او ذوي القدرات الخاصه. الفكره كلها انه بيبقى صعب يلاقوا بعض. يعني الشخص ذوي الاعاقه ما بيعرفش اذا كانت المكان اللي هيروح يشتغل فيه مؤهل لاستقباله ولا لا، بدايه من اذا كان في رامب اللي هو حد على ويل تشير او كده، في اليفيتر، في اي حاجه بتساعده. وكذلك اصحاب الشركات ما بيبقوش عارفين الشخص اللي عنده الاعاقه دي، هل الاعاقه دي مناسبه لطبيعه العمل اللي مطلوبه ولا لا، فما بيعرفوش يلاقوا بعض. في مس ماتش يعني. بالزبط. حاجه مش ما فيش توافق في الحته دي. بالظبط. تمام. الهدف من جوباليتي هو بقى ان هو يعمل الماتشنج ده، انه يخلي الاثنين يلاقوا بعض.
فالكمبني بتدخل تحط البروفايل بتاعها وبتقول فيه انه المكان عندي مؤهل لكذا وكذا وكذا، وبالتالي الاشخاص ذوي الاعاقه كمان عندهم بورتفوليو بيحطوا فيه زي اي موقع توظيف عادي، بس بالاضافه الى جسم تفاعلي او بادي ماب بيبقى بيحدد فين اماكن الاعاقات. فدي صوره بتبان كمان زي ما ظهرت من شويه. فصاحب الشركه لما بيجي يشوف البروفايل يعرف على طول الاعاقه دي مناسبه للوظيفه اللي عندي ولا مش مناسبه، فبالتالي يبدا يهنت او يشتغل انه يكلم الشخص ده، وبيتم الموضوع ده من خلال زوم ميتنج عشان التنقلات يعني وكده. فبتبقى الدنيا سهله جدا، وبعد كده بيلاقوا بعض لو الاثنين مناسبين لبعض. فدي فكره البلاتفورم. كده احنا عرفنا الـ 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 الشركات والافكار. طبعا عايز اعرف بقى حته FDC Stores بقى، اتعرفتوا على FDC Stores ازاي؟ ايه اللي حصل من اول الدعم، من اول فكره لحد ما بقى دلوقتي في يعني على ارض الواقع خلاص البروجكت اتعمل؟ ف FDC Stores بقى عملت ايه؟ نبدا من عندي. اوكي، هو انا صراحه عرفت عنه عن طريق دكتور نزار، هو المسؤول عن كمان رواد النيل، وهو ما شاء الله يعني في الايكو سيستم حد بيحب يساعد الستارت ابس جدا. فهو قال لي في اوبورتيونيتي، عايزك تيجي وتتكلمي، لانه احنا موضوع الفيرتشوال لابز او اي حاجه في التعليم دي على طول بتافكت السستينبل ديفلوبمنت جولز اللي هم ال 17، فاحنا مسؤولين عن او يعني بنساعد في حته الكواليتي اوف اديوكيشن. فقال لي تعالي، احنا الموضوع ده يبقى مهم قوي، تعالي اتكلمي وعرفي الناس. كانت الفكره اكتر من ان احنا نروح نعمل اكسبوجر واويرنس، نقول للناس في حاجه اسمها كذا ومعامل وبتعمل ايه الفايده منها. تكلمي فين اول حاجه او اول ايفنت يمكن عرضت كان فيه الفكره ده؟ كان زمان خالص اول بدانا. لا يعني من اول ما بدانا يمكن فضلنا فتره بس بنشتغل وبنفيريفاي الايديا. اول حاجه خالص بقى دخلنا في موضوع الاكسلريتورز والستارت ابس وكده، كانت نوروي في النرويج، هي بيسموهم امباكت اكسلريتورز اللي هم مهتمين بالفاليو مش بس الفلوس، وبالتالي كان اسمه كاتابولت اكسلريتور، ده اكبر اكسلريتور في الحته بتاعت النوردكس يعني. وقدمنا عليه في 2018، قعدنا هناك 3 شهور. وبعد كده بقى من FDC Stores بقى يعني الرحله بدات ازاي مع FDC Stores؟ كانت يعني احنا FDC Stores الجويننج بتاعنا او اللي احنا دخلنا المسابقه دي في اخر خالص المسابقه نفسها في الايفنت ده، كنا لما سمعنا عن ان هم عايزين يعرفوا اكتر عن ستارت ابس اللي اتفقت الاس دي جي قدمنا، وكان الرد الفعل طبعا في يومها في الايفنت يعني انه دي شركه على ارض الواقع بتعمل شغل، بتعمل امباكت على حياه ناس، وكمان قادره تعمل سستينابيلتي. ده احنا الحمد لله طبعاً عندنا ريفينيوز بنصرف، وبالتالي يعني قادرين نكبر وقادرين نجو جلوبال، فكان اختيارهم لينا يعني بسبب ده. فشايفه ان الامباكت بتاع الاختيار والاكسبوجر وان انا اوصل لناس مهتميه بالفكره طبعا مهم جدا جدا. وبنك مصر طبعا كان مساعد او سبونسر للايفنت والكومبيتيشن، فانا شايفه انه كان مفيد جدا. ووجودنا في هذا الايكو سيستم ده، او يعني خلينا نقول ان انت تلاقي ناس بتسبورت الايديا وشايفه ان انت هي عايزه تكبرك، ده مهم قوي. انا استفدت من الموضوع يعني. طيب هايل. وحازم برضو انت يعني ممكن الرحله بدات ازاي؟ احنا في البدايه متابعين جيدين لبرنامج الامم المتحده الانمائي، وبنشوف دايما قد ايه هما بيدعموا الشباب والافكار، وخصوصا الحاجات اللي هي بتمس برضو الاهداف التنميه المستدامه والاس دي جيز. فلما لقينا ان جابيليتي في موضوع التوظيف وانه قريب جدا من الجولز اللي بيتكلموا عنها، فقدمنا بفتره برضو قريبه قوي قبل الايفنت على طول، وده من يعني ما كانش متحدد لها اي خطط يعني، جت كده فجاه. فعملنا تقديم وكلمونا وحضرنا الايفنت، وكان الدعم هايل، هم دايما بيدعموا الافكار اللي زي كده الحقيقه، طبعا بالاضافه للسبورت من بنك مصر والاف دي سي ستارز. قبلها او البدايه خالص كانت الحقيقه في دعم برضو من وزاره الاتصالات. تمام. البرنامج بدأ من الأول مع وزارة الاتصالات، والحقيقة هم مش بس ساعدونا في إن احنا نعمل البورتل أو الموضوع، لكن كمان ساعدونا في حتة إن هم يعملوا بايلوتنج بأول توظيف حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البورتل، وده بالتواصل مع شركات زي الكول سنتر مثلا على سبيل المثال. بنلاقي إن في بعض الأشخاص بإعاقات معينة بيشتغلوا بشغل كويس جدا في وظيفة الكول سنتر. طبعا. فبدأنا نوظف أكتر من 200 شخص من خلال الوزارة في الكول سنترز كلها، وانا كل نفسي ان الناس تعرف ان دول اصحاب قدرات فائقه. يعني الشخص اللي بيبقى عنده اعاقه في حاسه معينه بيبقى ليها تاثير في الحواس الاخرى طبعًا. وبيبقى طبعًا ليها دور، هو عارف امكانياته وعارف قدراته وبيعمل ده بشكل يومي، فبتبقى عنده الممارسه دايما بتوصل لحاجه اقوى بكتير من اي شخص.
فبالتالي بتلاقي في النهاية أنه هو عنده قدرات فعلا فائقة، بس مش كل الناس بتعرف ده. فكان دورنا وإحنا بنعمل كمان تسويق للأبليكيشن أن إحنا كمان بنعمل بنإديكيت الكاستمر، إحنا بنقول له لا خد بالك ده هم ليهم قدرات فائقة، بالأمثلة عمار الشريعي، طه حسين وغيرهم كتير بره وجوه يعني طبعا. وكان أكتر حد يمكن كنت متابعه أنه عمار الشريعي كان بيستخدم الكمبيوتر بيلحم يعمل عليه توزيعات والميكسات والكلام ده كله باستخدام الاسيستيف تكنولوجي، فبالتالي التكنولوجيا ساعدته كمان ان هو يوصل للي هو عايزه وغيره كتير من الامثله. فاللي انا عايز اقوله انه يا ريت نقدر نشوف القدرات الفائقه، ما نبصش ان في اعاقه او حاجه زي كده، بالعكس هو يمكن احسن من اي حد تاني. طيب انتوا كنتوا متوقعين انتوا تكسبوا في اف دي سي؟ يعني انتوا اكيد شفتوا برضو افكار تانيه، في افكار وفي شركات فعلا برضو على ارض الواقع اتنفذت المشاريع بتاعتها، ولكن في برضو افكار، فكان توقعكم ايه ورد الفعل ايه لما يعني خدتوا المراكز دي؟ انا ما توقعتش قوي الحقيقه، لانه انا شفت ناس كان في درونز بقى وحاجات بتطير، في حاجات بتبهرك يعني انا بهير انبهرت يعني فلا بجد كان في حاجات قويه جدا، فده اللي خلاني شويه ببقى قاعد، وانا حتى كان نزار بيسال مين عايز ياخد المركز الثاني وانا اصلا مش عايز ارفع ايدي اساسا، ففوجئت الحقيقه وقد ايه لقيتهم لا هم باصين مش للحاجات اللي فيها حركات وكده بالظبط، مش ترندي قد ما هم باصين للفاليوز الحقيقيه من بيهايند الافكار اللي احنا بنقولها، وان هي فعلا بتميت اهداف التنميه المستدامه. طب وبالنسبه لك كنت حاسه ايه؟ متفقه جدا مع حازم في انه فعلا مش كل الكومبيتيشنز تبقى فاهمه انه انا المفروض اختار مين أو ايه، وكنت بقول يمكن احنا الستيج بتاعنا كان اعلى شويه واكبر شويه من المتقدمين، ما كنتش شايفاها طبعا حاجه يعني مش هقول حاجه وحشه، بس كنت بقى قلقانه ان ده يخليني خلاص ديسكواليفايد، اصلا احنا في ستيج يعني مختلفه، ولكن لقيتهم باصين اكتر زي ما حازم قال بالظبط على الفاليو والامباكت، لانه الفترة الأخيرة من المسابقات اللي احنا قدمنا فيها أو الكونفرنسز اللي بنسافرها الناس كلها شايفة دلوقتي حاجة أنا قلتها في يمكن في مسابقة أفريكا بزنس سيرز، إن التعليم هو الأساس لحاجة كل حاجة تانية. يعني لما كان في ستارت أبس تانية بتيجي تقول أنا بحل مشكلة الفقر، أنا بحل مشكلة البطالة، أنا بحل مشكلة الـ حتى حاجات أكتر يعني حاجات ليها علاقة بالصحة، أيوة طبعا. بس ستيل كانوا ييجوا عند التعليم، وانا قلت لهم بقى الجمله دي، قلت لهم ما انا عشان خاطر كل الستارت ابس دي تشتغل انا عايزه اطلع ناس بتعرف ستام اللي هي ساينس تكنولوجي انجينيرنج ماثماتكس، ستام ده هو دلوقتي الفيوتشر بالنسبه لنا، فانا عايزه اخرج ناس وطلاب فاهمين اصلا علوم ويعرفوا يعملوا اكسبيرمنتس عشان هم يساعدوا الناس الثانيه. على الكلام اللي انت بتقوليه التعليم مهم ايه، لان انت حتى لو بتدي التولز او التكنولوجي او في دلوقتي الديجيتال ترانسفورميشن والحاجات لازم يبقى عندك النو هاو، انت يبقى عندك النوليدج، عايز تتعلمي ازاي ان انت تستخدمي حتى التولز دي انك تساعدي حد بالظبط كده. فكنت دايما بقول لهم الجمله دي اللي هو يعني ايه، خدوا الناس علموهم الاول الويل ايديوكيتد بيبل وال يعني الطلبه المتعلمه كويس والمتخرجه كويس ومتعلمه يعني ايه لاب ورك واعرف اعمل الحاجات دي كلها، هتروح تساعد الستارت ابس الثانيه بقى في اللي هي عايزاه، فاحنا الاساس وهم بييجوا يستخدموا الطلبه اللي احنا طلعوه لهم. كنت بحاول اقنعهم بده. هسألك حاجه بقى ثانيه، يعني عشان انا جربتها يمكن مع ابني في حته الفيرتشوال رياليتي والكلام من ده، حاجه ثانيه خالص يعني. انا فعلا لما جربهاش لا يعني لو يعني جربتوها حاجه هتبقى مختلفه، حته الفيرتشوال لابس احنا دلوقتي كده اللي انا فاهمه ان احنا ممكن نخش على الكمبيوتر ويبقى عندك الفيرتشوال لاب، هل دي هتتوافق بعد كده مع الفيرتشوال رياليتي ان الواحد يلبس النظاره؟ لان دي بقى يمكن اللي هتديك الاكسبيرينس فعلا انك في المعمل، يعني اكتر من الواحد يبقى قاعد قدام شاشه. فانتوا ناويين على حاجه كده؟ هقول لك احنا في الرود ماب بتاعتنا في حاجات كتير قوي بنفكر فيها في الاريا دي، بس يمكن حاجه واحده يعني بنفكر فيها شريف، انه احنا على طول بنتكلم ان احنا بنشتغل مع جامعات في دول اوروبيه واجنبيه كتيره قوي، ولكن ده عشان يجيب ريفينيوز للشركه مزبوط. ولكن الناحيه الثانيه احنا هدفنا على طول نوصل للمجتمعات اللي محتاجانا، افريقيا اكتر كونتيننت احنا مهتمين بيه ومركزين عليه، وبالتالي مش عايزين نحط بلوكر ما بيننا وبين الطلاب، احنا بنقول عايزين نوصل للطلبه اللي ما عندهمش اصلا يعني ريسورسز او ما عندهمش الفند اللي يقدر يصرفوه، فمش عايزه احط بيني وبينهم لا لازم تشتري نظاره ولازم وبالتالي بدات بالظبط مش عايز احط باريز، بدي بدات ان انا اقول لا هو كمبيوتر حتى لو ايباد تابلت اي حاجه اللي هي هتعرف تستخدم الأساسية. اي حاجه مع الناس تمام. وبعد كده لو في ناس تانية بقى يعني انوف ان هي ادفانسد وعايزه الفيرتشوال رياليتي او قدام كمان هنلاقي حاجات زي الهابتك فيدباك اللي هو البس جوانتي في ايدك وتحس بالسنس بالسنس نفسها دي طبعا ساعتها بقى احنا بنتكلم، فنحاول نخلي
لي الاكسبيرينس بجد ريل لايف. بص يعني ممكن اقعد ارغي معاك طول اليوم في الحكايه نخلص ونكمل بالظبط. حازم بقى عايز اعرف منك في دقيقه كده سريعا برضو ايه التوقعات وايه اللي هيتطور ازاي الابلكيشن؟ في الحقيقه هو الابلكيشن ده كان وشه حلو قوي علينا في حاجات كتير، ان لقينا هي سلسله في الاخر. هو عشان حد يتوظف فلازم يكون كواليفايد او مؤهل للوظيفه، وعشان يكون كواليفايد ومؤهل لازم ياخد تدريب، وعشان ياخد مزبوط. تدريب لازم ياخد تدريب باللغه اللي بيفهمها. يعني على سبيل المثال ذوي الاعاقه السمعيه هي لغه الاشاره هي اللغه الام بتاعتهم، فعشان يتدرب لازم حد يدربه بلغته. تمام. فبدانا نعمل بلاتفورمز تانية كتير مختلفه، منها حاجات تعليميه بلغه الاشاره، ومنها حاجات تعليميه لذوي الاعاقه البصريه من خلال قارئ الشاشه. وفي الاخر عملنا تول مختلفه خالص اسمها دامج. هي فكرتها اسمها ايه؟ دامج. اوكي. دامج جايه من الدمج. فكرتها انه بيعمل اكسسبيليتي اوبشنز، بيخلي اي موقع متاح لاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه والاعاقه البصريه، فهي تشين كده وكل حاجه بتسلم الثانيه. فكان فتحه خير علينا الحقيقه الموضوع. انتوا مبدئيا طبعا نورتونا في تكويك، وهيبقى لينا لقاءات بعد كده واكتر ان شاء الله، ونشوف بقى الاوتكم هيبقى عامل ازاي بعد ما انتوا كنتوا فايزين ومكملين بقى. لو اف دي سي ستارز مكمل بقى طبعا على طول ان شاء الله، يبقى في افكار تانية كمان ان شاء الله. نورتونا، متشكرين جدا على وجودكم معانا النهارده. ميرسي. مشاهدينا فاصل قصير وهنستقبل بعد كده ضيفنا الاستاذ محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي، انتظرونا.